كيف استعد خالد النبوي بقى للشخصية؟ يعني الدراسة، التنقيب، القراءة، ده كان جزء مهم، لكن شكل الشخصية، هذه المرحلة من الزمن مراجعها البصرية قليلة جدا، كيف تصورت شكل الإمام؟ في الخيال، في إنك بتقول كمان للأساتذة اللي اختاروك واختاروا ناس تانية هتشتغل معاهم، بتقول لهم ساعدوه، يعني بتروح للليث حجه وبتقول له طب كلمني شوية فاتكلم. فجأة أتلكك، أنا أي لحظة أتلكك أتكلم عن الإمام عشان حد يقول لي حاجة، أقول أنا عايز أقابل دكتورة سامي عبد العزيز العظيمة مصممة الأزياء، وكل الشكر والتقدير للدكتورة سامي، لعم زكريا اللي دورنا عليه إزاي عمة الإمام. العمة بتاعته هي كانت حاجة مهمة قوي بالنسبة للعلماء كلهم في هذا الوقت، وهو جزء منه ومن الهيبة بتاعته عمة الإمام ولبسه. لأنه كان يقول، ما أنا بقعد أفكر فأبتدي أحلل وتخيل، دي حاجات مهمة قوي لأي ممثل. لما يقولوا مثلا إن الإمام، ما أقرأ في جميع الكتب، يعني توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، الأم، رسالة، أحكام القرآن، دايما في مقدمات للناس اللي حققوا هذه الكتب، لما يتكلموا عن إنه كان فتنة وهو يتحدث، فتنة وبسيط وجميل، وكان واخد باله من شكله ومن لبسه، وكان بيحني دقنه. بس احنا يعني الأستاذ ليس شاف انها ممكن تبقى شكلها يعني ايه، ما يبقاش حلو قوي، فما عملناش كده. فلما بقعد احلل بوصل انه طب يتكلم ازاي، يعني ايه يبقى بسيط قوي، لانه ما كانش محتاج يبقى مش بسيط. اديلك مثل عملي، يعني مثلا ايه، انا ابقى داخل اعزي حسن مثلا، فالمشهد مكتوب عادي، بتقول لها فعلتي خيرا بعودتك الى العمل وكده، انما على طول، لانه من المذاكره بتاعه الديوان بتاعه، من حفظ الشعر بتاعه، انا بقوم داخل في البروفا، اقول اني اعزيك لاني على طمع من الخلود ولكن سنه الدين، اني اعزيك لاني على طمع من الخلود ولكن سنه الدين، فلا المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وان عاش الى حين. هنا الشاعر بقى هنا على طول يطلع الامام اللي انت مذاكره.